في زوج ناشز دي يعني غريبة شوية وجديدة، وفي ناس لأول مرة بتسمعها معانا النهاردة. خلينا نشرحها مع حضرتك ونشوف إيه هو أصلا الزوج الناشز. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإسلام لما بين أن المرأة قد تكون ناشزا، أيضا الإسلام بين أن النشوز قد يحصل من الزوج، فالزوج أيضا قد يكون ناشز بالنسبة للإيه؟ للزوجة. نشوز الزوج في الإسلام يحصل بأحد أمرين، يعني هو في طريقتين لنشوز الزوج: طريقة محرمة ولا يجوز أبدا له الإقدام عليها، وطريقة مباحة جائز له أن يفعلها. الطريقة المحرمة اللي هي لا يجوز له أنه يفعلها أبدا، اللي هو إذا ضرب الزوجة بغير حق، إذا أذاها، إذا شتمها، شتم أبويها، إذا منعها الوطء مثلا، إذا منعها لين الكلام، يعني حتى لو كان هو الأول بيتكلم معها بلين ثم بعد ذلك تغير طريقة الكلام بتاعته معها، كما أن المرأة إذا كانت تكلم زوجها بلين ثم بعد ذلك يعني تغيرت طريقة الكلام، هذا يعتبر نشوز من جهة الإيه؟ المرأة. كذلك الحكم أيضا في الفقه الإسلامي أن الزوج إذا تعامل مع زوجته بعنف مثلا، بسب، بإهانة، بمنع حقها من نفقة أو كسوة أو أي شيء من هذا، فهذا يعتبر نشوز من الزوج، وهذا محرم بإجماع العلماء. يعني هذا النوع محرم بإجماع العلماء، يعني لا يحل للزوج أنه يضرب الزوجة مثلا بغير حق، لأن احنا عندنا إذا كانت هي ناشزة وضربها بحق فهذا جائز، لكن إذا ضربها بغير حق أو سبها أو سب أبويها أو أي كلام أو أي شيء فعله من هذا فهذا محرم عليه. على كده يا دكتور، عندنا رجال ناشز كتير جدا، فكرة أنه هو يشتمها ويشتم أبوها وأمها في أي موقف كده ولو خناقة بسيطة، ده كتير في المجتمع دلوقتي. صحيح، هو كتير، ما هو أيضا في النشوز لما الإسلام لما يأتي دائما لا يأتي لجانب الزوج فقط ولا لجانب الزوجة، وإنما يأتي للحياة الأسرية كاملة. فكما إن المرأة بتكون ناشز، فعندئذ شرع للزوجة أن يعني يرتب الأحكام عليها من الوعظ ثم الهجر ثم الضرب، كذلك الحكم بالضبط بالنسبة لمن؟ بالنسبة للزوج إذا نشز عن زوجته. فإذا نشز الزوج عن زوجته فعندئذ الأصل هو الزوج بيضرب زوجته مثلا أو يعظها هو، صح؟ فهي تعظه، فإن لم يأتي بخير منه يعني ظل على حاله، ترفع الأمر إلى القاضي، يعني هي لا تضربه ولا تؤدبه الأدب الثاني. الحقيقة احنا بنشوف هو ضربتي، مديتي ايدك ليه؟ ضربني فانا ضربته، فده انا باخد حقي، فده قدام الله سبحانه وتعالى ده كده العدل، انا ما عملتش حاجة. لا، هو الأصل ان المرأة اذا حصل من زوجها نشوز عندئذ ترفع الأمر الى الحاكم، فالحاكم اول شيء يتثبت من الأمر، فيتثبت بماذا؟ إما إن الزوج يقر أمام القاضي إن هو فعلا ضربها أو شتمها أو إن هو منع عنها النفقة أو الكسوة أو شيء، وإما إن هو ينكر هذا، فعندئذ القاضي يرسل من يعني إلى الجيران الزوجة فيسألهم، إن كانوا قوما صالحين اعتبر كلامهم تمام، فإن قالوا فعلا أن هذه أن هذا الزوج مثلا يضرب زوجته أو يؤذيها أو شيء، فعندئذ القاضي يعظه ويزجره عن هذا. يعني الأول الزوجة لما تشوف من زوجها الصفات اللي حضرتك لسه قايلها دلوقتي، نعم، يبقى كده تتأكد ان هو ناشز معاها، بعدين تبدأ تلجأ للقاضي. نعم. طيب انا هتكلم معاك بالتفصيل، تلجأ للقاضي ازاي، والحكم من الاهل من عندها ومن عنده، وهل ده هيبقى فيه مشكلة ضد العرف المتعارف عليه ان الست تروح للقاضي على طول ولا لا؟